تاتشيبانامي، بنت عندها 16 سنة في المدرسة الثانوية، بتقوم تفطر مع مامتها وتلبس وتروح المدرسة، وهي معدية وسط أصحابها بيرموا عليها كلام إن ما عندهاش حبيب وبتسيبهم وتمشي من غير ما ترد. ده بقى يا مات واد فرع كده والبنات كلها في المدرسة هتموت عليه. وده ناكانيشي صاحبه، دي أساميتشي عندها كبير، وناكانيشي ده بيحبها عشان كده، بس هي بتستلطف يا ماتو أكتر. هنا تاشيبانا تكون معدية من جنبهم، يقوم ناكا مغلس عليها وشدت جيبتها، تقوم تراخ مدياله حتة شلوت، وللأسف يكون من حظ يا ماتو، وتقعد تصوت وتزعق لهم وتقوم واخدة بعضها وماشية. بيروح لها يا ماتو ويحاول يعتذر لها عن اللي عمله صاحبه، وعشان يفهمها ان هو ملوش دعوة وانه ما شدش جيبتها. هي كمان بتعتذر له انه ما كانش قصدها، وبيفضل يراقبها ويحاول يتكلم معاها ويتعرف عليها، بس هي في الغالب بتفضل ترفض. بيحاول ياماتو ياخد رقم تليفونها ما بترضاش، فيقوم كاتب رقم تليفونه في ورقة ومدهولها ويقول لها يا ريت تكلميني، وبتمشي وتسيبه. بعد المدرسة بتروح شغلها لانها بتشتغل في محل حلويات وفطاير، بيعجب بيها زبون من الزباين وبيشتري منها حاجات، ويحاول يفتح معاها كلام بس هي بتقفل. تاني يوم بتروح المدرسة وبرضه بيحاول ياماتو انه يتقرب منها لانه شكله كده اعجب بيها، تصده وبتقوله انا مش محتاجة يكون عندي اصحاب، وبتمشي وتسيبه. خدوا بالكم من البنت دي، بتحب ياماتو بس هو مش مديلها وش. وكالعادة تاشيبانا بتخلص مدرسة وتروح رايحة الشغل، وبتتفاجئ بان الراجل اللي جالها امبارح وطلب منها حاجات بيراقبها. بتخاف وتقعد تفكر هتعمل ايه، بتدخل سوبر ماركت وتقعد تكلم مامتها، مامتها ما بتردش عليها. بيجي في بالها ياماتو والرقم اللي ادهولها في ورقة، وتقوم متصلة عليه، فيجي ياماتو بسرعة جدا، بتحكي له على اللي حصل وان الراجل ده قاعد يراقبها وهي خايفة جدا ومش عارفة تطلع. بيشتري ياماتو ايس كريم ويقوم واخدها وطالعين ماشيين برا. وبتحصل المفاجأة، ياماتو استغفر الله العظيم كده يا رب قدام الراجل ده، فياخد بعضه ويمشي. تاشيبانا بتقعد شوية كده مصدومة وبتقول هو ايه اللي حصل ده؟ تقعد تزعق لياماتو وتقول له ايه اللي انت حببته ده؟ بيقعد يعتذر لها كتير وبعد كده بيمشوا. بدأوا بقى يتقربوا لبعض في المدرسة ويبقوا صحاب. هنا أساميتشي وتاشيبانا اتصاحبوا على بعض، وأساميتشي قعدت تحكي لها ان الولاد بيحبوها عشان حاجة معينة في جسمها. فاكرين البنت اللي قلتكم عنها انها بتحب ياماتو؟ قابلوا تاشيبانا في الحمام واتكلموا كلام وحش على صاحبتها. تاشيبانا ما سكتتش وردت عليهم، قاموا ضربينها على وشها. تاشيبانا قابلت ياموتو وسألها قال لها ايه اللي في وشك ده، فقالت له انا وقعت. تاشيبانا وأساميتشي بيقابلوا البنتين الرخمين مرة تانية، وبيقعدوا يقولوا كلام جارح لأساميتشي، فأساميتشي يعني بتزعل جدا. بيدخل عليهم ناكانيشي وبيقعد يدافع عن أساميتشي، ومن كتر كلامهم الجارح أساميتشي بتطلع تجري وتمشي. جيري ناكانيشي ورا أساميتشي واعترف لها ان هو بيحبها. مع احداث المسلسل ياماتو كان بيحاول جدا انه يقرب من تاشيبانا ويهتم بتفاصيلها ويكون رومانسي معاه. سألها انت ليه شعرك بايظ كده، قالت له انا عايز اروح الصالون، فعرض انه يروح معاه. تاشيبانا ما كانتش مصدقه نفسها وطلعت تجري على البيت عشان تختار اي فستان هتلبسه لما يتقابلوا، وفعلا اتقابلوا وعرض عليها ان هما يروحوا يلعبوا بولينج الاول قبل ما يروحوا الصالون. تاشيبانا ترددت في الاول بس بعد كده وافقت، وهم في طريقهم قابلوا اصحابهم في المدرسه وعرضوا عليهم ان هما ييجوا معاهم، وفعلا راحوا مع بعض. ومن ضمن اصحابهم البنت اللي بتكره تاشيبانا وبتحب ياماتو. تاشيبانا قعدت تلعب بولينج، وفي كل مره كانت بتفوز في اللعبه، وكانوا اصحابها منبهرين جدا بيها. البنت الرخمة دي حاولت توقع بين تاشيبانا وياماتو، وفضلت تقول لها ان ياماتو كان على علاقة بيها وانهم كانوا بيخرجوا وكان بيحبها وكلام من ده. تاشيبانا اتضايقت من الكلام واخدت بعضها وراحت ماشية، فياماتو راح ماشي وجري وراها. البنت دي اتغاظت اكتر وقالت انا مستحيل اخلي تاشيبانا تكسب ياماتو، انا هكسبها. ياماتو حاول يفهم من تاشيبانا ايه اللي مشاها، فقالت له ان البنت دي قالت له ان هو كان على علاقه بيها وقالت له كل حاجه. فياماتو قال لها صدقيني يا تاشيبانا انا بحبك انتي، ودي كانت علاقه قديمه وخلاص خلصت. تاني يوم في المدرسه ياماتو حب يهدي تاشيبانا وادالها اسوره كده في ايديها وقال لها انتي هتلبسي واحده وانا هلبس واحده. بعد كده ياماتو قابل صاحب ليه اسمه هياكاو، وعرض عليه ان هو يخرج معاه هو وتاشيبانا. راح قال لتاشيبانا ووافقت، خرجوا مع بعض وقعدوا يتكلموا ويهزروا سوا. هياكاو اخد رقم تاشيبانا عشان يبقوا صحاب. في الوقت ده جه تليفون لياماتو فقام استأذن وطلع بره.
هيكاو قاعد يقول لا تشيبانا ايه رأيك تكوني حبيبتي وسيبك من ياماتو ده وحاجات كده يعني ما عجبتهاش. قامت تشيبانا فجأة مسحت الرقم بتاعه من موبايلها وقالت له انا ما يلزمنيش صحوبيتك، وهزقته شوية وقامت ماشية وسايباه. خلص ياماتو المكالمة ورجع ما لقاش تشيبانا، طلع يدور عليها، وفي الأثناء دي طلع هياكاو وسأله وقال له هي راحت فين. هياكاو رد عليه وقال له ده أنا بقول لها تبقى صاحبتي وحبيبتي يعني، وزعلت ومشيت واتضايقت، مش عارفة البنت دي غريبة جدا ليه. قام ياماتو مسكه ضربه على وقال له بقول لك ايه، ابعد عنها احسن لك، دي بتاعتي انا. تاني يوم قابل تاشيبانا في المدرسة وقعد يعتذر لها عن اللي حصل من صاحبه، وفضل يقول لها قد ايه هو بيحبها وانها المفروض انها تصدق ده. كده انا خلصت الجزء الاول من المسلسل، لو حابين اكمل لكم الحكاية اكتبولي في التعليقات. مع السلامة.